اوكي، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم جبت لكم مقطع استكشاف عالم النذر ورؤية الاشياء الغريبة الموجودة فيها شباب. فاوكي طبعا انا حاليا بسيرفر المتابعين للفهم. فاوكي يلا يا شباب خلي نبدي. طبعا واللي ما يدري يا شباب، انا فعلت الربح بالقناة وخليت اعلانات. فاوكي يا شباب، بدل ما تدعمني باللايك ادعمني بانك ما تدوس سكيب للاعلان. امزح امزح يا شباب، حطوا لايك حطوا لايك، ولا تدوسون سكيب بعد، لايك لايك ولا تدوسون سكيب، واشتركوا بالقناة حتى نشجع. اوكي يا شباب يلا نبدي. هسه خلينا نروح لعالم النذر. طبعا يا شباب سويت انا كلش خوش ثغرة سويتها، انه من ندخل لعالم النذر ونطلع ما يودينا المكان بعيد، لا رجعنا لنفس البلدة اللي احنا بيها. اوكي يلا بسم الله. طبعا يا شباب انا النت شوي عندي ضعيف لاني قاعد باخر البيت حرفيا، والنت كلش ضعيف. اوكي يلا خلينا نكسر هذا. طبعا يا شباب هذا الشيء الوحيد اللي في ماينكرافت ما عرفت شنو فايدته، كتبونا بالتعليقات شنو فايدته يا شباب. اوكي اوف يا شباب، تعال تعال تعال، لا 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 ماما وين انا؟ ابلع. كيف يضربوني شباب؟ عندي خذه من ذهب. اوكي اوكي والله حلو يا شباب، خلينا نكمل. هذا واحد ثاني، تعال تعال شوف النك يا شباب، شوف النك. اوكي يا شباب قتلناه، خلينا نكمل. اوه يا شباب ذهب، والله كفو كفو. اوه يا شباب كمية الذهب اللي حصلناه، والله حلو يا شباب. النت ضعيف يا اخي، النت ضعيف. اوكي حلو، والله حلو يا شباب، شوف كمية الذهب. اوكي هذا هنا هم ذهب. هسه نحسب ايش قصارن يا شباب. اوه 53 حبة ذهب، وصلنا للعالم. وات وصلنا للعالم يا شباب، خلينا ننزل بس بطريقة يكون ما نموت. اوكي بهالطريقة. اوكي هذا شنو هذا يا مسوي؟ اها تذكرت يا شباب، طبعا سيرفر المتابعين دائما نسوي هنا رحلات. فا اوكي خلينا نحاول ننزل بمكان، بس خلينا ناكل اول شيء. خلينا ننزل بالبوكت مال الماي بس يا رب ما نموت. اوكي وي لا وات يا شباب، يختفي يختفي بعالم النذر. خليني اقتل ذاك يا شباب، اول مره بحياتي الصراحه اقتله. تعال اوكي وين راح؟ اوكي خلي اول شيء نقتل هذا الورع. اجمعوا علي يا شباب، لا 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 راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. اوكي يا شباب وينهم؟ لكم تعالوا. هذا الاخير اعتقد. يا اخي ما تموت، عندي سيف ذهب وما جاي موتك. اوكي لا لا شنو هذا؟ اوكي يا شباب خلينا نكمل رحلة البحث عن ما ادري شنو. اوكي يا شباب بوع الزرع اللي هناك قد حلو. طبعا جبت شبل ويا حتى اخذ هاي الاشياء. شنو هاي شنو هاي؟
ما ادري. ذهب يا شباب ذهب، خلي نكسر. احسه قوي ما ادري ليش بالله. اوف يا شباب حتى الحشيش الموجود هنا ينكسر بالبيكاكس. والله اوف شنو هذا؟ شنو يا شباب؟ اول مره شفته يعني. شو يسوي بالله؟ والله خلينا نكتله. شنو هذا مسالم؟ خليهم يا شباب خليهم خطية. هو يا خطية كتلتهم كلهم. اوكي يلا يا شباب خلي نروح للذهب. وهاي الشجرة يا شباب شوفوا النوعية مالت الخشب، خلي نكسره. شنو هاي يا شباب؟ اوكي خلينا ناخذ الذهب، بس خلي هاي ناخذها همه. اوكي اوف شوف اللافا يا شباب قدامنا، يلا خلينا نكسر. حلو هاي اللحمات مال شنو هاي؟ اوكي خلينا ناخذ، خلينا نكسر هذا يا شباب يلي ما ادري شنو فايدته. اوكي خلينا نرجع يا شباب لا نضيع. لا يا شباب طحنا. اوكي خلينا نرجع نصعد يا شباب. هسه خلي نروح للمكان الثاني. هذا هو يا شباب هذا. طبعا هذا الشباب المكان هذا انا بنيته، فلا تنسون تروحوا له يا شباب كلش حلو. واو والله تذكرتهن يا شباب. طبعا هذول موجودات بعالم النذر، يلا خلينا نكسرهم. والله حلو يا شباب. طبعا مثل ما تشوفون النت شلون ضعيف. اوكي اوف يا شباب صار عندنا اكثر من استاك ذهب. اوكي خلينا نذب اشياء باللافا. ثواني ثواني. اوكي خلي نشمر البوكيت نشمره، والبطيخ نشمره، هاي نشمرها، ونشمر هاي الجداحة نشمرها، الديرت نشمره، الجلد نشمره. فا اوكي يا شباب صارت عندنا هسه مساحة، خلي نكمل. وانا حسبالي من النت. اوكي يا شباب والله يا شباب هاي كلش كلش مفيد كلش. اوكي يا شباب حلو خلينا نصعد كلش تمام. نشوف ايش صارت عندنا. صارت عندنا 12 بارود ذهبي كتل هذولي. اوه هواي ذولي هواي. يلا بس شو نسوي؟ لا اوف يا شباب شوف العدد. اوكي يا شباب بلع، خلي ناكل لين راح نموت. اوكي بقى يا شباب اخر شيء راح نسويه بالفيديو ثواني، واللي هو راح ننزل المسافة 14 الى 15 احداثيات حتى نشوفه موجود. شو اسمه ثواني شو اسمه يا شباب؟ الدروع الحديديه. اوكي يا شباب طبعا مثل ما تشوفون سالي ساعه اجمع اغراضي وما ادري شنو، وهذا الدرج رجعت لها يا شباب لان وات. اوكي يا شباب يب خلي نكمل، خلي ننزل.
اوكي طبعا مثل ما تشوفون يا شباب فوق الاحداثيات هسه احنا باحداثيات 20 جرات ننزل اوف 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 شنو هاي حلو يا شباب اذني اذن كلش نحتاج كلش واو شوف العدد يا شباب شوف العدد اوف اوف خلي نكسر والله حماس يا شباب اذني يعني كلش نادرات بالعالم الحقيقي تلقاهن بس يم بوابة يا شباب ما يتحصلن حرفيا والله حماس يا شباب حماس 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 شوف لا لافا 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 لا لافا 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 اوكي يا شباب الحمد لله هسي خلينا نصعد ثواني لا مو نصعد مو نصعد يا شباب خلينا نكمل ننزل اوكي نكسر حبتين حبتين حتى لا نطيح بس نحتاج شموع اوكي تمام اوكي اوكي يا شباب هسه احنا على المسافة المطلوبة اوكي يلا خلي نكسر ذهب يا شباب حلو حلو ذهب 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 حتى صوته حلو يا شباب اوفا يا شباب شوفوا شنو لقينا والله حلو والله حلو يا شباب خلين يا شباب خلينا نوخر الاشياء الزايده ثواني ثواني وين نزلنا ما تقولي وين نزلنا اوكي يا شباب خلينا نذب الاشياء الزايده مثل هذا نذبه وشنو بعد يا شباب نذب هذني البكاكسات الاثنين وناخذ الذهبي وناخذ بعد الحديدي اوكي يلا يا شباب شوفوا شنو لقينا والله شي حماس والله شي حماس يا شباب عارفين السيرفر يعني صار صدق صدق سيرفر اوروبي الماني مدري شنو سيرفر شيك شيك حلو يا شباب اوكي ناخذ البكاكس الثاني اعتقد يا شباب فوقنا قلعة والله ذا صدق يا شباب فوقنا قلعة حتى نقتل هذا الاصفر اللي يطير حلو اوكي شباب خلينا نصعد لان اعتقد فوقنا قلعة ثواني بس اول شي نكسره يعني جدا جدا مفيد شوف اذا اطق لك واحد تنبع موجودين بس غير اوكي يا شباب طبعا مثل ما تشوفون يا شباب وات ذاك ذهب ذهب يا شباب على كل يا شباب خذينا اللي شو اسمه هو هذا الاسود ثواني بس نشوف اوكي يا شباب شفتوا نسينا شيء واللي هو هذا خلينا ناخذه ثواني اوف يا شباب ضاع شكل الاشجار شكل جدا رهيب اوكي حلو يلا يا شباب نرجع للعالم الحقيقي ونستعرض الاشياء ويب اوكي يا شباب طبعا مثل ما تشوفون وصلنا خلينا نطلع من البوابة حتى اراويكم شلون راح يرجعني للعالم مالي اوكي يا شباب مثل ما تشوفون انا من طلعت من بوابة النذر وداني للعالم الاساسي بس بغرفة خشبية ايش راح نسوي نضغط هذا الزر راح يرجعنا لمنطقتنا مثل ما تشوفون يا شباب شيء جدا رهيب اوكي يا شباب يلا خلينا نستعرض الاشياء ونشوف شنو فائدتهم ويب اوكي يا شباب يلا يلا خلينا نستعرض الاشياء هاي هي الكرافتن يلا بسم الله ايش بيها ما تفتح يا شباب اوكي فتحت اوف يا شباب نقدر نصنع القلابات اللي خذيناهن والله كفو اوكي جبنا 10 كلش حلو
اوكي وطلعنا 13 جولد كامل، خلينا ناخذه. واو يا شباب شوفوا نقدر ناخذ دروع. اوف ابو على الخشب الجديد، والله حماس يا شباب. وهذا الدرج هم واو. اوكي شباب اول شغله واللي هي هذا. اوف يا شباب هو هذا اللي قلت عليه قلعه، جبناه والله جبناه. اوكي يا شباب هذا الشيء الثاني. اوف 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 يا شباب كنا حديد والله. شنو هالصوت؟ والله ما ادري ما جاي اسمعه لين حاط سماعات. اوكي يا شباب اوكي ونشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا وهذا 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 وهذا. اوكي يا شباب اوكي هاي هي الاشياء جبنا مع بعد ويا. اوف يا شباب شوفوا شنو جبنا، والله مستحيل مستحيل مستحيل. وجبنا بعد ويانا من هذا واو، وجبنا من هذا الخشب بعد حلو، وجبنا من هذا الاسطوري مثل ما جاي تشوفون، وجبنا هذني القلوبات الاسطوريه، وجبنا هذا الدرج والله حماس يا شباب، وجبنا هاي بعد ويانا، وهذني يلي هي من الاصل الارض مال عالم النذر جبناها ويانا. اوكي يا شباب وجبنا بعد الرماد يعني الذهبي، وجبنا الجولد والحبيب والله. فاوكي وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى اللايك تشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلك كل شيء جديد، وبس مع السلامة. لا تضغط سكيب للاعلان ويلا مع السلامة. لايك لايك يا شباب لايك، واشتراك واشتراك. اوكي يا شباب مع السلامة.